أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل تنصح من أتم حفظ القرآن أن يتجه مباشرة إلى حفظ الصحيحين خلال شهرين في الدورات التي تقام لذلك؟ أما حفظ القرآن فهو أمر طيب وعمل صالح، وأما حفظ الصحيحين وحفظ كتب الحديث هذا أيضا طيب، لكن لابد من عالم تقرأ عليه، ما يكفي الحفظ، ما يكفي أنك تحفظ الأحاديث بدون أنك تقرأها على أحد العلماء ويشرحها لك ويبين لك مدلولها وفقهها. الحفظ المجرد لا يكفي. نعم.